السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. خلاص العيد على الابواب، والنهاردة ان شاء الله عاملة لكم وصفة حلوة قوي قوي وسريعة جدا جدا لتوريد الشفايف وتوريد الخدود لمدة 3 ايام، ثابت معاكي مش هيتمسح. ليه؟ جمال رباني، علشان وشك يكون جميل قوي قوي وتبهري الكل في العيد ان انت وشك وردي وخدودك ورديه وشفايفك ورديه بدون ولا روج ولا مكياج ولا اي حاجه. طبعا انا عملت قبل كده وصفه لتبييض الوجه علشان تكوني جميله رباني بدون اي مكياج. ان شاء الله الوصفه النهارده هتعجبكم جدا. اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. الوصفه سهله جدا وبسيطه للتوريد، وكمان هقول لكم على حاجه انا بعملها حلوه قوي. طبعا الوصفه دي يا جماعه من اسراري واللي انا بعملها لنفسي. تمام، اول حاجه معايا هنا بوله زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه معايا هنا كريم بنسينول، اي نوع كريم مرطب عندك. انا بستخدم بنسينول علشان بيريح بشرتي جدا. اي نوع كريم مرطب عندك، ولو ما عندكيش كريم مرطب ممكن فازلين، يعني اللي ما عندوش اي كريم مرطب ممكن يستخدم بداله الفازلين. تمام، هتناخد من كريم المرطب بتاعنا مقدار بالظبط معلقه من كريم المرطب بتاعنا اهو زي ما انت شايفه كده. وهننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم ب حاجه بسيطه جدا من الدارسين او القرفه. طب الدارسين والقرفه بيعملوا ايه؟ بيعملوا على المفاجاه بقى يا بنات، بيعملوا على نفخ الشفايف، بيدوا للشفايف نفخه كده اكنك بالظبط عامله سيليكون، وبيدي نفخه للخدود. هنقلبهم مع الكريم المرطب زي ما انت شايفه بالشكل ده اهو اهو معايا هنا اهو يا حبايب قلبي. ده دم الغزال، وممكن تجيبي لون طعام احمر، يعني اي لون طعام يكون احمر او الدم الغزال هتجيبي وهتحطي بالشكل ده منه، يعني يا اما تجيبي لون طعام احمر يا اما تجيبي دم الغزال، بتجيبيه من عند العطار عادي جدا. بتبدأي تخلطيه بالشكل ده مع كريم المرطب، طبعا على حسب درجة اللون اللي انت حباها، على حسب درجة اللون. ايه بقى يا حبيبة قلبي اللي هيخلي اللون يثبت معاكي تمام لمدة طويلة جدا جدا؟ هنحط سر للخلطة دي. طبعا ممكن يكون كلكم عارفين الخلطة دي للتوريد، هنحط سر جميل جدا جدا للخلطة دي، هي اللي هتثبت معاكي اللون. هوبا، خل التفاح او الخل الابيض. هنحط حاجة بسيطة جدا جدا جدا، يعني حوالي شوية، بصي شوية بسيطة جدا جدا من الخل ده اللي هيثبت معاكي اللون عشان يديكي لون حلو قوي قوي لشفايفك اهو بالشكل ده. اهو هتبدأي تاخدي منه تحطيه بقى في علبة عندك، وتبدأي تاخدي منه بالشكل ده اهو، وتبدأي بصي لون فظيع، حته صغننه بس منه هتخلي شفايفك وخدودك ورديه ورديه ورديه، وهيفضل معاكي فتره طويله لانه فظيع جدا جدا جدا، يعني هيديكي لون ثابت معاكي لمده 3 ايام على ضمانتي. لون ادهني بيه شفايفك وخدودك بس حته صغننه، علشان بصي بصي ما بيتمسحش ازاي، بصي اهو ثبت معايا، بصي انا بمسحه، بصي اهو ثبت، هيثبت في خدودك وهيثبت في شفايفك. علشان كده بقولك ان انت لازم تعمليه
تحطيه حته صغننه منه علشان بيثبت معاكي 3 ايام. غسلتي وشك روحتي جيتي بيثبت معاكي لون طبيعي جدا 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 لتوريد الخدود والشفايف. انا عامله منه يا جماعه عندي، ولما بيخلص بستخدمه. انا ما بحطش روج ولا بحط ميك اب، بعمل حاجات طبيعيه بتخلي كل اللي يشوفني ما يعرفش خالص ان انا بحط، يعني ان انا جمالي فعلا فعلا بعمل خلطات. يعني اللي يشوفني يقول ان انا جمالي رباني وحلو جدا. دلوقتي هقول لكم على حاجه جميله جدا. بصوا يا حبايبي، مكعبات التلج دي انا عايزه اقول لكم ان انا عاملاها ومخلياها عندي، بس حبيت اديكم الفكره. ايه ده يا مايا؟ ايه مكعبات التلج دي؟ هقول لك دلوقتي. انتوا طبعا عارفين، الكركديه، شايفين ده كركديه يا حبايبي اهو. بصوا شايفين اللون لسه ماسك في ايدي ازاي؟ يعني اللون ده بجد فظيع، وهي هيثبت معاكي، هيثبت معاكي. طبعا احلى حاجه الروج بيتمسح وبيبان ان انت حاطه روج، انما اللون ده هيخليكي تحفه. وعن تجربتي، شايفين ده الكركديه؟ انا بجيبه يا حبايب قلبي ماشي، وبنقعه في ميه زي ما انت شايفه كده. وبعد ما بنقعه في الميه ببدا ان انا اخد مكعبات التلج بتاعتي، وببدا ان انا احطه في مكعبات التلج او ميه البطيخ. يعني يا اما ميه البطيخ يا اما الكركديه، تمام. وميه البطيخ احلى كمان، تمام. وببدا اخد منه بالشكل ده، تمام. وبعمل ايه؟ ببدا يوميا كده اخد مكعب التلج ده اللي هو التلج الكركديه، وببدا اخده وببدا ادعك خدودي ووجهي، تمام. وببدا ادعك شفايفي بالتلج وخدودي. طبعا الناس، عشان حرام الناس اللي بتتحسس او عندها حساسيه او شفايفها حساسه بلاش تدعكي بالتلج في شفايفك، انما الناس اللي عادي ممكن عادي تبداي تدعكي في باقي وشك. ده تعملي الخطوات دي يا اما اول ما تصحي من النوم، يا اما قبل ما تنامي، تمام. هتبداي تعملي الخطوات دي، تبداي تدعكي بمكعبات التلج، هيديكي تفتيح وهيديكي توريد رهيب جدا جدا لبشرتك. يعني مكعبات التلج وكمان ممكن تستخدميها لاي مكان كمان في جسمك، بيعمل على التوريد وبيعمل على التفتيح الرهيب جدا 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 لبشرتك. وصفة التوريد ثابته معاكي زي ما انت شايفه كده، ووصفة مكعبات التلج يا اما بده بالكركديه يا اما بالبطيخ، تمام. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتستفادوا منها. ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين بصوا مدياني توريد حلو قوي قوي، بتعمل على توريد حلو قوي قوي يا بنات. وعايزه اقول على حاجه، عايزه اقول ان انت تحتفظي بده عندك في علبه. واهم حاجه زي ما قلت، عشان معلش بلاش تحطي كميه كبيره، علشان بصي اللون قوي جدا جدا جدا، يعني حته صغننه جدا هيديكي توريد رهيب جدا جدا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي.